السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، شكون منكم اللي ما يتذكرش القصة تاع عمي علي اللي كان يفطر بالفول؟ واش راك دير الحاج؟ ها ونخدم في الفطور. وشنو؟ نحط الزيت والدقيق وناكل الفول. انت راك صايم الحاج؟ نعم. الله يبارك، هذا راح تفطر بها الحاج؟ نعم. وما نجوعش كي ناكل، لدى الحاجة اللي تساعدك اللي ما تدركش. ما لقيت الحاجة كما يقولوا ما تدركش. أنا مين تود الحاجة ما تدركش يا فكرة. وتحب نحطوها الوجبة نحطوها. معليش أميلي معليش. اللي سجلناها معاه العام اللي فات يعني ودارت ضجة كبيرة في موقع التواصل الاجتماعي، يعني شافوها بزاف ناس يعني من خارج الوطن من داخل الوطن وتعاطفوا مع عمي علي على كل حال وحطوا له دراهم كبار. حنا قلنا نجيو نضربوا طلة نشوفوا الدراهم هذوك وين راحوا ونضربوا طلة نشوفوا الحياة الجديدة تاع عمي علي. تابعونا في هذا الروبورتاج. واش عمي علي؟ لا 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 الله يسلمك. واش راك عمي علي؟ عاش من شافك؟ صافا لاباس. امورك باهيه؟ وانتوما لاباس؟ الحمد لله. واش الدواء؟ جاي نفطر يا عمي علي. يعني ترحب بيا؟ نعم. ربي يعبدك عمي علي. الله يسلمك. لاباس عمي علي؟ امورك شويه على قد الحال. وين سمع الدروج هادو؟ الدروج هادو شفت ها؟ زيد عيد لي هاي نفوتو منا. فوالا هذا هاي اضرب دجاجة تقول قلبها عمالي قلبها فيها الجويجة يا عمالي. وهذه يا عمالي الجردة هذه شبالية سما مع الدار الجردة تبعك مع الدار هذه. الله يبارك كما يسميوها الجردة ولا الجنانة ولا فيها كلش الجنان. وانا نشوف في القارص الكارس الزيتون الزيتون الكيري الكريمانتين فيه. هيا نهبطوا معليش عمي علي لهنايا هيا نهبطوا. ندي لك زوج تاع الليمة عمي علي. ادي دي الليم ولا دي كارس؟ هكذا ربي يسترك عمي علي. ادي من الليم ولا من الكارس؟ كاين الليم كاين الكارس. بطبلاقي لا عمي علي قولي دوغ انا موالفة عمي علي. موالفة قرا لك الشادي. اسمع هذا ولد الفول. هذا الفول هذا؟ ايه اروح كلها هذا الفول عمي علي. انا مين هاو الفول اللي كان يفطر به عمي علي العام الماضي ودار ضجة كبيرة دوقا هاو رزق وربي بالدار هذه وما شاء الله هو اللي غارس فيها الفول. جيتوني في فراش الفول. شفت كيما عمي علي؟ ميلي ما بقالوش ويأذن. لازم تريح تفطر معاه يا خويا. يا خويا خليوها مرة أخرى إن شاء الله يا ميلي. يا سيدي ودروك صار فطروا يعني. هاي أنت قلت يا ميلي ما تخليش. هاي قلت لي سما الحلفال هذا يا ميلي هذا الفال يكون للشعب الجزائري بأكمله يعني. يعني الحمد لله. ميلي نعم رمضان هذا كيفاش واش رايك فيه؟ اسيدي يا مريم ما عقبتو كيما هادي الدارة. هاي اسيدي. جامي عقبت رمضان كيما الخطرة؟ انا ميه في كلش في الماكلة في المنزل في المنزل في الدنيا بكل في الناس اللي عاونوني ربي يسرهم ربي يكون معاهم بكل. هذا فضل من الله يعني؟ هذا فضل من الله بيا بالناس اللي كانوا معي. سما ما كنتش تسنى فيها اللي بلي الخير هذا راح تولي عندك دار وفيها الجاردة ما كنتش نعرف. وزيد وزاد عرضنا الفطور الله يبارك. يا رب يا ربي لازم تقعدوا تفطروا معي بكل نشكرهم بكل كثر خيرهم بكل بلي عنده بلي ما عندوش الناس بكل تنتمي لي. الحمد لله.
الحمد لله. يعني ما خلاوكش عمي عليه؟ ما خلاونيش. يعني راه درنا لك الفيديو انت تفطر بالفول، يعني الشعب الجزائري من داخل وخارج الوطن تعاطفوا معاك يعني، والحمد لله. هاك تشوف يعني بزاف هم يسقسيو فيا يقولوا لي كيفاش عمي عليه، كيفاش حاله تاعو. قلت لهم ان شاء الله في رمضان نروحوا نضربوا الله نفطروا عنده ونشوفوا المنزل تاعو، يعني ربي يبارك. كاينه هذه صحيحه، ها وداك المنزل الحمد لله الجنان كل الطريق كانت بكري هذه الشتاليه. الحمد لله هذيك الماشينه الله في عندك الكوزينه. الحمد لله الحمد لله، وهذا فضل من الله، هذا فضل من الله. يعني وبمشاركه الناس يكثر خيرهم. الحمد لله الحمد لله. الناس اللي عاونوني اللي شدكوا عليا ولو بدعاء عمي علي، ما اللي دعا لك بالخير وربي يحفظه. ربي يحفظه. اخواني الكرام، يعني واش راح نقول لكم، يعني كاين بزاف كانوا يسقسيوني وين عاد عمي علي، واسكو دخل الدار تاعو الجديده. يعني رانا في الدار تاعو، يعني ما شاء الله. من هذا المنبر نشكر الجميع اللي شارك، يعني كما يقولوا ساهم في مساعده عمي علي، سواء من داخل الوطن او خارجه. بارك الله فيكم، وربي يحفظنا وربي يحفظ بلادنا. أمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وتحيه كبيره للشعب الجزائري. سلام.